دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي وانتم باحسن الاحوال، ناشطين فرحانين، دوزي العطله ديالكم وانتم 5 5 في المورال. كل شيء هو هذاك، بدات عندكم شي عطله، شي بحر، شي سفر. حنايا دابا المهم مازال ما شدينا الكونجي، ولكن كوميم كنبروفيتيو لو ماكسيموم. كما عارفين بلي اختي كانت جات لاكادير، ها هي رجاء ومالين الدار جاو عندي، كذلك بابا وماما جاو عندي لتيزنيت، جاو عندي البارح يوم الحد، ودابا غاديين هكا ندوزو نير ديالنا في الجزيره. المهم راه حنايا غادي نسابقينهم وما تابعينا بالطوموبيل، غادي بجوج طوموبيلات في الوفد غاديين دابا للجزيره ان شاء الله. قلت علاش لا ما نفلوكيش لكم، الصراحه ما كنتش غادي نفلوكي، رجاء اللي درت فيا النفس قالت لي زيد فلوكي، قلت لها لا قلت لها ما فياش صراحه. بحال هاد لي مومو كنبغي نعيشهم، ما عرفت كنشرح لكم، ما كنبغيش فين ما مشيت هزه التليفون كنصور، ولكن علاش لا هكا ملي نخرج نوريكم حتى نتوما بليسات. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش هاد المناطق هادو اولا هاد النواحي هادو ديال الجزيره، اكلو ميرلفت، علاش لا ما نصورش لكم حتى نتوما باش تعرفوا شنو كاين بليسات هكا فين تاكلوا الى جيتو، وتشوفوا هكا الدنيا كي دايره. راكم عارفين الصيف دابا كنقلبوا على بليسات جداد اللي دوزوا فيهم الوقيته ديالنا. هذا مكان غادي تدوزوا معايا هاد النهار، نشوفوا كيفاش غادي يدوز مع العائله، ما كاين ما احسن مع الخريجات مع العائله وصافي. غادي نقول لك الا كنتي اول مره كتشوفيني ما تنساش اشتراك بالضغط على الزر الاحمر، تفعيل خاصيه الجرس باش ديما توصلي الجديد، وغادي نقول لك مرحبا بك الا كنتي اول مره كتشوفيني باش نكبروها ونزيد نعطيك اكثر وتحمسوني. راه باللايكات ديالكم ديروا الفيديو هما باش كيحمسوني وكيخليوني نعطيك اكثر، كيخليوني نقلب على الجديد. فيلا خليكم معايا بلا ما نطولوا في الهضره، نشوفوا نهيرنا كيفاش غادي يدوز. ديال البحر شدها ليك واخا اكوا. المهم وصلنا للجزيره، هابطين اخي بحال واش الجزيره هي الطريق ديالها، حتى واحد الدردوبه دابا ساهله في الهبيط، اجي تشوفي ليا في الطليع اللي عنده شي سفل غيبان عليه. وجلسنا هنايا نتغداو، بابا جا مشهي الحوت، المهم زياد جبت ليه معايا لي بات حيت ما كياكلش الحوت ولا شي حاجه. هيا ماما بابا صافي نتغداو عاد نهبطو للبحر. شريت لزياد هادو حيت ديالو كلهم تجلاو ليه، يلا لقيت ليه هادو غير هنايا باسكيت مامي باش يلعب، كيعجبو يلعب هنايا في هاي لينا وعاود جانا الجوع، مازال شويه بغات امي
مامي جدتي مامي ايوا البلاصه ديال ماما مامتي هادي ماما ديالي ديالي دوب حق شكون بقى معاها لا ديالي فرق شكون يدين مامتي مامي ديالي مامي شرف مامي كيجي معايا هادشي دا ماما منين نمشي نيشان ما كاين زعما ماما الصراحه ديري انت شري هذا ديال اليوم ماشي اليوم صحه حدا ماما صحه ماما صحه اليوم صحه ماما ويل اخ صحه ماما صراحه انا مشيت حيت مريضه شويه اصلا مغاديش معاهم ما قدرتش نمشي دونك مشاو يشوفو حيت ديجا ماما شافتو هي كنت جبتو تقريبا كان يلا قبل ما يكمل 40 يوم كنت جبت ماما هنايا شافت هنايا رجاء وبابا اللي عمرهم شافو الكبيرة ايوا مشاو يشوفو داك الخلف راه ويلا كيبان ليكم كاين ليها صافي هي كيتسنى بابا يجو باش يعومو انا للاسف ما غاديش نعوم اليوم مره اخرى ان شاء الله بالنسبه لي كونت الشمس اللي كنخدم زياده البنات هي هذه ديال غارني هذه تقريبا نهار بزاف وانا كنخدمها له زعما ديما كنشريها وكنعاودها لحقا زوينه بزاف نسباتو بيسك هو عنده لا بو سونسيب فسو كندير له هذه سو وحده ديال لا اوش بوزي زعما هما اللي كنت جربت وعجبوني بالنسبه للامهات اللي غيبغيو ياخذوا ديزيكسيون ديال الشمس ولا هذه زوينه كنصحكم بها تحطوها في مرجان ولا في سيرفاس الثمن صراحه ما عقلتش تقريبا شي 80 درهم على ما اظن عاتو البنات سبحان الله ديما كنجي للجزيره كنلقى فيها الضبابه والبرد هاد المره اللي جاي معوله ما غاديش نعوم لقيت الشميش او الحال سخون جوري ديال العومان ولكن عقلوا فيها غادي نجي مره اخرى عاوتاني للجزيره غنلقى الضباب النهار نجي معود انا اللي نعوم غنلقى الضباب ولكن صراحه الجو زوين الناس فيها عامره لي فامي ناس كيعوموا زياد راه دخل مع بابا كيعوموا ايوا صافي انا درت هنايا تكيت واحد الشويه المهم ما عملنا ما عملنا اللهم نجلسوا شي جلسه مزيانه الهبطة سهلة طلع كل شيء سخف كل شيء كاين سخفان ولكن كومن الدروج كان سخف فيهم كثر بنات ها كنا وصلنا لتيزنيت ومشينا نيشان عند النجار اللي كنت قلت لكم حطيت الغرفه ديال النوم ديال زياد تصاوب عنده كيصاوب هادشي ديال الام دي اف والانواع ديال الخشب ديال الام دي اف فجينا عنده حيت كان اتصل بينا بدا كيوجد في البلاكار المهم راه تقريبا فاش كندير لكم المونتاج غدا غادي يجي بيت النعاس ديالو ان شاء الله فصورت لكم العنوان حيت بزاف ديال البنات سولوني على فين كاين النجار وداكشي كامل انا غادي نصور لكم دابا الكارت فيزيت ديالو فلقيت راسي صورتني شان بلا ما نقول لكم راني وصلت تيزنيت داكشي فقلت ندير لكم فوا اوف باش تعرفوا شنو واقع ما
البنات بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على النجار اللي حطيت عنده البيت النعاس ديال زياد، فهو كويزين كويزي لوكس، كاين في شارع 30. المهم هو العنوان، ديروا سكرين لا كارت هكا ديالو اون فاس ايكول مولاي الزين. المهم راه خليت لكم لا كارت فيزيت ديالي اذا بغيتو النمره ديالو ولا شي حاجه. زوينه خدمت تبارك الله. حتى هاد الوان زوين ويلا كنت غتهبط. كلشي مجموع كلشي مقاد. غادي ندوز دابا نصاوب التيراميسو. المهم شحال هذا ما درت لكم هاد الوصفه، درتها لكم شحال هذا، شحال هذا في فلاشين يمكن رمضان الفايت ماشي هذا اللي داز، وكنت درتو ديك المره في الانستغرام قالوا لي البنات الوصفه واخا زياد. ودابا غادي نوريكم الوصفه ديالي في التيراميسو اللي كتجي بنيه الصراحه وكتجي زوينه، كندير فيه لي فخوي. غادي نحتاجو لي بودوا، انا عندي هادو. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على لي بودوا والماسكاربون غتلقاهم بنات يزنيت غتلقاهم في السوبر مارشي، انا كناخذهم من ايدو راهم موجودين. غادي نحتاجو لي بودوا هادو اللي كيجيو بحال هكا، غنحتاجو الماسكاربون هادي اللي عندي انا فيها 250 غرام، غنحتاجو ثلاثه د البيضات، لي فخوي غوج ولا اي فخوي بغيتو تزيدوه زيدوه راه كيجي زوين. انا موالفه كنديرهم بلي فخوي غوج، دابا غادي نزيد عليهم حتى الخوخ. غادي نحتاجو واحد فاني، انا غادي ندير جوج باش تمشي هذا الزفوريه ديال البيض. غادي نحتاجو تقريبا واحد 60 غرام ديال السكر سنيده، وغادي ناخذو دو ريسيبيون اللي غادي نحتاجو، واحد غادي نديرو فيه البيض واحد غادي نديرو فيه صفار البيض، غنفرقوهم على بعضياتهم. مهم زياد واخا شديه واخا واخا واخا، هذا ما غاديش تقدر تاكلو، هانت برد شتي تقدرش. المهم يلا غادي ممكن نقادو الوصفه، ممكن شتي يلا سير نسمعو سير. المهم البنات انا غادي نبدا دابا في الوصفه، ندير الكاميرا ونزرب بحال هكا ونبقى نهضر معكم يمكن نتواقف حيت مع زياد راه ما يمكنش. المهم كما قلت لكم اول حاجه غنبدا بها هي غنفرق البيض على الصفر. بسم الله غادي ندير قبيلة هاد الملح على البيض ديال البيض باش نطلعو. فوالا ها هو البلون دو ناج ديالنا طلعناه، أولا بيض البيض طلعناه. المهم زياد دابا الطيارة كيما شتو، المهم بسم الله لالا تحاشم باش تعرفو البلون دو ناج طلع مغاديش يتقلب واخا تقلبو الغيسيبيون هاكا شتو، هكا تعرفوا ان البلون دو ناج ديالكم راه طلع شفتوا. فوالا غادي ناخذ غادي ناخذ دابا صفر ديال البيض، وغادي نزيد عليه الماسكاربون. بلاتي قبل ما نزيدو بعدا غادي نخدمو مع سكر سنيده وفانيي جوج، ديروا غير وحده الا بغيتو، انا عندي واحد الحسة خطيرة كنحس بالزفورية مع فميك وخا مين تكون ما كايناش انا كنحس بها. كيفاش درت جوج فوالا، وغادي نخدمو عاد نزيد ليه الماسكاربون. صفر ديال البيض مع السكر، غادي نزيد الماسكاربون
بسم الله. وغادي نخدمو حتى هو مع هاد البيض حتى يتجانسو مزيان مزيان ويولي بحال الكريم. غادي ناخد سباتولا دابا غادي نستغناو على الطراد، غادي ناخد داك البيض ديال البيض اللي طلعت وغادي نحاول نخلطو مع الباقي ديال الكريمه شويه باش ما نهرسوش ونخسروا ديك الخدمه ديال التطلع ديال البيض. نحاولوا كما شفتوا غير بشويه باش ما نهرسوش داك الهواء اللي كاين في بياض الثلج. بياض الثلج يا سلام. دابا المول اي تقديتو وغادي ناخذ هذه بودوه. غير باش نقول لكم البنات انا ما كيعجبنيش انني نفزكم، تقدروا تفزكوهم والوصفه العاديه هو انكم خصكم تفزقوهم، ولكن انا كيجيوني كيبقاو داك الكوتي كروكون او ميم طون كيفزاقو، يعني راه هاد الوصفه هادي خصها تبقى 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع قد ما بقات في الثلاجه قد ما احسن، وقد ما كتبقى في الثلاجه هادو كيفزقو غير بهاد الكريمه هادي. نتوما فزقوهم الا بغيتو، فزقوهم في عصير ديال الفريز في القهوه اللي بغيتو، غير من الاحسن بحال دابا الا درتو بالفواكه ما تفزقوهمش متفزقوهمش بالقهوة، فزقوهم بعصير ديال الفواكه. صافي غادي ندير دابا الطبقة هكا ديال المشوي، غندير شوية ديال الفخوي غادي ندير طبقة ديال الكريمة. غادي نعاود الطبقه ديال البسكوي، كيجي رائع في المذاق، كيجي هكا طبقات ديال لي فخوي والبسكوي وهذا. نتمنى تجربوه حتى يبرد هكا في الليل ونقطعوا لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي الداخل ديالو. صراحه كيجي بنين 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 بزاف، يعني كنخرجوا شويه من ديك الوصفه التقليديه ديال التيراميسو بالقهوه والشوكولاط وداكشي كامل كاكاو. ف هادي كتجي شي حاجه اللي جديده وزوينه. غادي نغطيه دابا بالسلوفان ونخليه يبرد، تقدروا ديروه في الفريكو ولا مزروبين كما غندير انا. غنديرو في الفريكو باش يبرد ليا دغيا. ها هو عشانا الهيلتي، كل ما هو صحي. مالك كل ما بلاتي انت فريم هكا اكلاني ديال اول كرموس هذا العام، كرموس ديال سميت هذيك البلاصه كرموس النصارى، كرموس ديالنا زعبول عنده بزاف سميات كناري كرموس كرموس ديالنا هذا البلاصه شينا سميتها تين هندي. حلو فين خديتو انت؟ زوين شفنا مير لفت لهنا. سميت ديك البلاصه؟ شفنا مير لفت لهنا كنهضر مع هاد خينا بغيتي نقول سميتو. سميتك مير لفت لهنا الاربعه الساحلي يمكن. ايوا المهم صحتكم وراحتكم. هذيك الشنامه